عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي نجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لنا جميعا يا رب. إحنا معانا تليفون إيمان. أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. أيوة حبيبتي، عليكم السلام، علي صوتك. سمعني كده؟ يا حبيبتي اتفضلي. ممكن اسال الشيخ على حاجه؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. يعني انا لو جوزي اعطاني مثلا فلوس مصروف البيت وكده، ينفع اخد منها اللي هو مصروفي انا؟ يعني انا باخد منها حاجه لنفسي مثلا 30 جنيه. لا، علي صوتك، ممكن نعلي الصوت شويه؟ بتقول لك مصروف البيت، هي ممكن تاخد منه حاجه لنفسها، مثلا ساعات بتاخد 30 جنيه او حاجه تجيب بيها حاجه لنفسها. اللي هو مش هيعرف بيهم او كده، هل ده حرام؟ ماشي يعني انت ممكن. لا يا ايمان لو سمحتي، اسمعي يعني الشيخ، انت هتستخدمي، يعني انت عاوزه الحاجه دي خاصه بيكي في ايه؟ يعني هتستخدميها في ايه؟ حاجه يعني ضروريه مثلاً أنا حاجه عشان قاعده في بيت عيله وكده، ممكن احوشهم واجيبهم عبايه، او عشان خاطر انت عارف بيت العيله ما ينفعش ان الواحده تجيب براحتها. طب وانت لو طلبت منه هدوم هو مش هيجيبها؟ مش زي ما انا عايزه، يعني مش زي ما انا عايزه. ممكن اجيب حاجه مثلا لعيالي، يقول لي لا مش حاجه كمان ليا، يعني ممكن اجيب ليا ولعيالي برضه. هو لو طلب حاجه لاولادك هو بيرفض؟ لا مش بيرفض بصراحه، بس مش زي ما انا. يعني مثلا انا لو عايزه ترينج النهارده وخلاص، اللي هو انا عايزاه دلوقتي، لا مش هينفع، عشان خاطر هيزعلوا هيتضايقوا، فاصبري شويه. اصبري شويه عشان ما يبقاش معاش فلوس. يعني اهلها، اهله بيتها. طب ما هي كده لو خدت فلوس ما هتجيبه برضه، ما هتقول له بقى ان مثلا هي جابته، امها جابتها، مش عارفه. شوف يا ايمان، هو الصراحه مهمه جدا، يعني الصراحه مع الزوج مهمه جدا. واللي انت تبداي تتكلمي معاه تقولي له دلوقتي انا لو احتجت حاجه، طب ايه رايك انا وانت من غير ما حد يعرف نحوش كده ان شاء الله كل يوم 5 جنيه 10 جنيه. اهل الزنقه، حد تعب، الولاد تعبوا، انت ما تقلقش خالص، والفلوس انت عارف مكانها. هل هو هيرفض الكلام ده؟ لا، هو انا بتكلم بس في حته ان انا لو اخدت فلوس من لا، ما انت لو اخدت فلوس لو اخدت مثلا او حوشتها اللي هو كده يبقى لا. ما تحوشيش فلوس، ما تحوشيش فلوس لحاجه هي متاحه. اللي انا لو والله لو طلبت منه هو ممكن. طيب افرضي لو عارف وحصل مشكله، جبت انت حاجه وقال لك انت بتسرقيني، صح؟ طبعا. لو الحاجات دي اللي هو لو حاجة أنا عاوزاها، لا حاجة أنا عاوزاها، طب ما تقولي له. إذا كان هو الزوج لا ينفق عليكي وما بيجيبش هدوم، أنت بتقولي بيجيب ولا بيجيب للأولاد، في الوقت ده هقول لك لا، من حقك أقول لك خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بالمعروف يعني لا أتوسع توسعة تؤدي إلى الضرر، وإنما المعروف هو في نطاق ما يسمى بالضرورة. ممكن نزود شوية نقول والحاجة، يعني حاجة أنا محتاجها فعلا جدا جدا جدا، مش عباية. عباية أنا مش محتاجها جدا جدا جدا، خاصة لو أنا عندي هدوم. وبالتالي أنا في المسائل دي هي مسألة الصراحة في هذا الأمر. صرحي، ممكن ربنا يعني سبحان الله يفتح قلبه ويكون هو متفاهم معاك ويقول لك بصي اعمل اللي تعمليه، أنا بديك الفلوس ما توجعيش دماغك، تصرفي تحوشي تعملي أنت، يعني شوفي اللي أنت عاوزاه. او يعني مثلا ما ينفعش مثلا ان الواحده تاخد فلوس وتحوشها من ورا جوزها، بما ان هو مصروفها او عيدها او
يعني حاجة دي خاصة بيها. ما انا قلت لك انت لو بصي طلبت بصي مني يا ايمان، هو الشيخ افهمي الفرق، هو الشيخ بيقول لو في ضروره او مثلا هو لو مش انت طلبتي منه وهو قال لك لا مش هجيب، فساعتها انت بقى مضطره انك انت تحاولي تحوشي عشان انت تجيبي فعلا الحاجه الضروريه اللي انتوا محتاجينها، لان هو بيرفض. لكن الشيخ بيقول لك طالما هو مش بيرفض يعني ممكن يديكي فعلا ليكي ولولادك، حتى لو قال لك مثلا استني الشهر الجاي، استني الشهر اللي بعده، استني شهرين واجيبها لك، لكن بيجيب في الاخر، يبقى هو ده اللي مش صح. فهمتي الفرق؟ حتى لو مش هجيب العزايه يعني دي تبقى فلوسي خاصه بيا. لا خاصه بيكي، لا خاصه بيكي يا ايمان، لا ايه خاصه بيكي، لا حرام ان انا مثلا اخد عيدي او كده يعني واقول له ده بقول اسمه لا حرام. لا دي تحتمل ايه؟ لا يعني يا جماعه الاستفصال في المساله دي اكتر من كده ممكن يؤدي الى ضرر. لا لا ليه؟ لان هو لو عرف ده انت هيبقي في مشكله، احنا بنجيب مشاكل لنفسينا، بنجيب مشاكل لبيوتنا. اطلبي منه، اطلبي منه، روحي قولي له انت زوجي وانا من حقي ان انا يبقى ليا مصروف، اطلبي ده. انت ليه ما بتطلبوش ده؟ ليه الناس وفي بتسكت؟ الشرع من حقك من اصلا حقك يبقى طبعا. ليكي مصروف اطلبي خاص اطلبي ليكي مش ستي. للبيت غير لو والله بتاع انا عاوزه البيت والله في 100 جنيه، الشرع. عاوزه 200 جنيه، عاوزه زي ما عاوزه، اطلبي منه. طب والله نوسطنها، طب نخليها، طب والله هقول لك انا بديك الفلوس ليك وللبيت، خلاص هو سمح لك بالامر ده. لكن شوفي بقى انت قلتي ايه؟ انا لما قفلتها عليكي في الاول، هنا فهمت الكلام، لما قفلتها عليكي في الاول قلتي لي طب وما ينفعش اخدها بقى لنفسي؟ لا ما ينفعش لنفسك، طالما هو مش بخيل هذا هو. مال الزوج وليس بخيلا وينفق عليكم بالمعروف، ما ينفعش ناخد من وراه، اخد وراه ليه؟ ما راح اتكلم معاه، هتخليكي واضحه. معاه، الوضوح يا اطلبي جماعه منه. هو قاعده من قواعد بناء البيت او جعل البيوت بيوت مستقره امنه. لكن اللي احنا نضحك على بعض يا استاذه دعاء، هو ده الخراب بيجي من كده، ده خدت فلوس من وراء، وهيبدا يشك بقى كل ما حاجه تضيع منه يقول لا ما انت بقى، ما خلاص ما هو اول مره انت عملتيها، فاللي يعمل المره الاولى يعمل المره الثانيه. احنا نكون واضحين. طيب معانا عبير، اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبه قلبي، ازيك يا دعاء؟ اهلا يا حبيبتي، عامله ايه؟ اتفضلي. الحمد لله يا حبيبه قلبي. ازيك يا شيخ احمد، عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. لو سمحت يا شيخ انا احكي لك كده قصتي على السريع، مش هكمل معاك دي. تمام، اتفضلي. انا اتجوزت وقعدت 8 سنين وبعدها انفصلت، يعني من فصله داخله في 3 سنين يعني او اكتر. تمام، ربنا رزقني بنت وولد وانا عانيت كتير، فانا الانفصال ده جه بعد معاناه كتير قوي. تمام، فانا الحمد لله كفيله بربيهم وبعلمهم وحضنتي، مش عارفه اتخلى عنهم، مش عارفه. علي الصوت بس يا استاذ عبي، علي الصوت بس. تمام، سامعني كده يا شيخ؟ علي صوتك، يعني علي صوتك. تمام، بس فانا معايا، هم معايا في حضنتي وانا اللي وفيت تبعهم يعني. لا احنا مش سامعينك يا عبير، مش مفسرين ألو؟ الكلام، اتكلمي كده بالراحه عشان نفهم. اتجوزتي وانفصلتي وبقالك وانت بقالك 3 سنين منفصله، صح كده؟ معاكي اولاد؟ معايا ولد وبنت عايشين معايا وفي حضانتك. كويس. وانا الحمد لله شغاله ودخلي المادي كويس. طب الحمد ففي لله. ففي مشاكل كتيره انا وماما، اتجوزي ما ينفعش، مالكيش دعوه، سيبي الاولاد. وانا خايفه على الاولاد، فانا مش فكره حاجه، بس بتقولي ايه انا ما اضمنش عمري، انت قاعده معايا دلوقتي بكره ايه هيحصل. فانا مش عايزه اخش تجربه جواز تاني، ولو يعني لو ما سمعتش كلام ماما يا شيخ احمد دايما في مشاكل، دايما في دعاء، فانا مش عارفه اعمل ايه. يعني انا مش عارفه حتى اللي جاي ده هل هيحب ولادي ولا لا، لان باباهم شايل ايديه من الموضوع خالص. انا مش عايزه اظلم ولادي معايا، لو انا اتظلمت في حياتي فانا مش عايزه اظلمهم. فقولي انت اعمل ايه؟ ماما تقولي انا مش راضيه عنك. انت هي مامتك عايزاكي تعملي ايه؟ ماما عايزاني اتجوز يا استاذه دعاء. ماشي، تتجوزي وتسيبي ولادك ولا تاخديهم؟ لا عايزاني اتجوز واسيبهم، اسيبهم لها. تسيبيهم لها وتروحي انت تتجوزي؟ وراح انا اتجوز. هي بتقول كده ليه؟ عشان الفلوس او الصرف؟ لا بالعكس، انا الحمد لله انا هي بتقول يعني انا فلوسها كويس، مش محتاجه مصاريف، يعني الدخل المادي بتاعها كويس، انت عايشه معايا، انا مش عارفه بكره ايه هيحصل، الدنيا وحشه. ده ايوه انا فاهم، انا فاهمك يا عبير، انا فاهمك. ايوه بس انت معاكي فلوسك خلاص وبتصرفي على نفسك وعلى اولادك، مش محتاجه حد. هي خايفه فيما بعد، امها انا مش محتاجه حد، انا بفهمها كده. لو مامتها لا قدر الله حصل لها حاجه، الاولاد هيروحوا فين؟ كل حاجه.
فانا مش عارفه اعمل ايه، انا الفلوس مش مش عارفه كل حاجة. اعمل ايه. ازاي الفلوس كل حاجة؟ لا مش كل حاجة. يعني في الصرف هي دلوقتي لا محتاجه راجل هي يصرف بصي عليها عبير، ولا محتاجه عبير مامتها تصرف عليها، صح؟ انا عندي انا عندي كل خلينا حاجه عبير الحمد نتكلم، لله يبقى رب. في حوار يعني بعد حتى بعد اذنك. الشر لما مامتك مثلا هي بعد خايفة طول ولدي. العمر لو مامتك حصل لها حاجه انت هيبقى معاكي فلوس، صح؟ ايوه انا ولا الحمد لله الفلوس هي مرتبطه شغالة. بوجود مامتك؟ لا، انا شغاله، انا طيب دخلي خلاص كويس يا استاذه دعاء. يا استاذة خلاص دعاء، هي الخوف بتاعها هي مش كل اصل مامتها الفلوس. بتقول كلمه مش حلوه، سيبي ولادك. ايه سيبي ولادك دي؟ ليه؟ هي ما هو بصي يا لمامتها يعني، استاذه مامتها دعاء، اللي استاذه تربي، دعاء لا روحي شوفي طبعا نفسك الولاد واتجوزي. غلط، انا متفهم. هيكونوا معقدين طيب خلينا يا طبعا، استاذة مش عبير، هيحبوكي يا استاذة عبير، يا استاذه دعاء. ما هو اللي بيجي بيفهم ماما ان ولادي قبلي. طب انا ايه ضمني؟ كل واحد بيقول كده، والمشاكل طب اللي انا ايه بتجيلنا كل ضمني؟ يوم اكيد بتسمعي معانا البرنامج، المشاكل استاذة اللي بتيجي عبير كل يوم بعد الجواز بيقوم يقولك لا ولادك ما يجوش، ولادك بقول لا. لها كده والله يا استاذه دعاء، طب ممكن تركزي معايا بعد اذنك؟ ممكن تركزي اتفضل معايا؟ يا شيخ احمد معاك. اولا انت خايفه اللي انت تتزوجي وتتركي الاولاد، وبعد كده لا قدر الله بعد عمر طويل ربنا يبارك في عمر الوالده، فاذا ماتت فمش عارفه الاولاد يروحوا فين، ولو جم معاكي مش عارفه الزوج ده في الوقت ده يتقبل ولا لا يتقبل، صح؟ طيب وطي التلفزيون عشان يعني. تمام. فانت خايفه من الامر ده، وهي في الوالده بمشاعر الام خايفه على بنتها من قسوه الحياه، وبتقول لها يا بنتي روحي اتجوزي عيشي حياتك الحياه الطبيعيه، واولادك دول في عينيا دول احفادي انا اللي هربيهم، صح؟ مش احنا عندنا كده؟ كويس. احنا عندنا بنيجي نوازن. يعني ايه نوازن؟ نوازن بين الامرين. هو انت لو تركتي اولادك انت حاسه ان هم مش هيتربوا تربيه سليمه صحيحه اللي انت نفسك تربيها ليهم، لو كان الامر كده وانت بتقدمي تربيه الاولاد على امر الزواج، والزواج ده خليه في الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه، انا هقول لك اولادك ثم اولادك ثم اولادك ثم اولادك، وربيهم تربيه صالحه، وانت ان شاء الله لك الجنه باذن الله عز وجل، خلاص؟ لكن لو كنت في الامر لا انا محتاجه للزواج وقسوه الحياه تخليني تلجئني اللي انا لازم اتزوج، فاقول لك قدمي امر الزواج، ومن يوم والتاني كده يبقى انت واولادك مع بعض كده، تروحي الماما تشوفي الاولاد اخبارهم ايه. هي قضيه الموازنه بين الامرين. فانا فاهم من كلام حضرتك إن لا انا مش عاوز اتجوز، انا خلاص خدت نصيبي من الحياه زي ما بتقولي يعني، وانا محتاج اربي ولادي تربيه سليمه صحيحه مستقيمه. خلاص اقول لك خليكي، بس الاصل ان انت تربي بقى، يعني احنا نربي. يا رب انا رفضت امر الزواج ده عشان خاطر اولادي. طب ربيتيهم؟ الحمد لله يا رب انشاتهم تنشئه طيبه، ربيتهم تربيه صحيحه. جات الام قالت ايه؟ والله يا بنتي انا مش راضي عنك. هنا يبقى احنا نتكلم مع الام بكل احترام، بس ما نخافش من الكلمه اللي هي بتقوله دي. لو انا مش راضي عنك فانا خايف بقى انا كده عاقل امي. لا انت مش عاقل امي. الزواج مش باجبار، محدش يقدر يجبرنا على الزواج، لا حد يقدر يجبر الراجل على الزواج ولا البنت على الزواج، لا اب ولا ام، لا اب ولا ام، والبنت هي المخيره في هذا الايه، في هذا الامر. وبالتالي ما تخافيش من كلام ماما، لكن حاولي معاها بالحسنى، قولي لها يا ماما انا مش عاوزه ده، انا عاوزه اولادي، وانا يا ربنا يخليك لينا وربنا يحفظك، وحاولي معاها اللي انت ترضيها شيئا فشيئا، لغايه لما ايه هتقول والله البنت عبير دي دماغها ناشفه، اعملي اللي تعمليه وربنا يصلح حالك يا رب. يا رب ربنا يعمل لك الخير يا حبيبتي. ام سيف اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا يا حبيبتي اتفضلي. عايزه اسال عن الشيخ، عن حماتي بتكبر. لا علي صوتك. يعني حماتي بتكبر. ده صح وكويس. حاجات في الفيسبوك. حماتك ايه بتكذب؟ انا سامع فيسبوك ده اللي سامعه. لا بصي وضحي الكلام كده وعلي صوتك. حماتي انا بتكبر، جبتها كويس. حماتك بتكبر؟ ايوه جبتها حلو، مش عايزه تصرف على نفسها ولا تجيب لنفسها حاجه، وانا جوزي شغال يعني شغلي طول قد. لا احنا مش فاهمين يعني اي حاجه. انا مش سامع. مش فاهمين اي ابعدي حاجه. ابعدي بقك عن السماعه وعن التليفون. حاولي تكلمينا تاني. طيب الخط يبقى اوضح من كده. ام زياد اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. تمام ممكن اسال الشيخ سؤال؟ اتفضلي يا ام زياد. تمام ماشي. انا متزوجه وكده، بس يعني بقالي زي 7 سنين متزوجه، وزوجي بيشرب يعني بيشرب مخدرات وكده.
فانا معايا منه ولدين، كويس. فانا يعني بحاول ان انا اساعده وابعده عن اللي هو فيه ده، بس مفيش فايده ومش ايوه. مش عارفه اعمل ايه. طيب هو بيشرب، هل هو مثلا اخباره ايه مع الصلاة الصيام؟ هل هو بيصلي مش بيصلي خالص ولا الجمعة؟ ولا بيصلي اي حاجه، حتى يوم الجمعه بتحايل عليه انه يقوم يودي الاولاد يصلوا مثلا، مش بيصلي طب خالص. والصيام؟ انا الحمد لله مش بسيب فرض ومش بيصوم، حتى في رمضان ساعات ممكن يجي جاي لو قبل المغرب بساعه يجي جاي قاعد وشارب الحاجات اللي بيشربها دي. أعوذ بالله. طب المعامله هو مش انت كويسه بقالك خالص. 7 سنين يا ام زياد على الحال ده؟ هو بقاله 7 سنين على الحال ده؟ ايوه انا اول ما اتجوزت وجيت ما كانش كده، بعدين بدأ في الطريق دوت وانا مش عارفه اعمله ايه، فانا كنت حملت يعني وخلفت وكده، فمش عارفه اتراجع عشان خاطر ولادي، وفي نفس الوقت ما عادش عارفه اعمل ايه. بالنسبه للعيشه حتى مأثر معانا في المصاريف بتاعه البيت، مأثر جدا. طيب دخلت أهلك في الموضوع؟ نعم دخلت أهلك في الموضوع؟ دخلناهم كذا مره، كتير اهلي دخلوا كتير في الموضوع، ويرجع يقول انا هبقى كويس وهبقى تمام وبيرجع تاني زي الاول. أنا هقول لك كلمة وجملة، من خان الله ورسوله لن يؤتمن على أحد من الناس. وهي من كمان خان الله ورسوله لن يؤتمن على أحد من الناس. وهي كمان بتقول ان هو انا بعد عشت معاه يعني الجواز كده الحاجات حرام. دي ظهرت، يعني انا انت ما ساعات بحس كنتيش حاله عارفة الصلاه عنه بتاعتي اي ان حاجة؟ العبادات لله بحس هو ان كان عيشتي قبل حرام الجواز عامل معاه. فيها الولي؟ انت قبل الجواز ما كانش يعني مبين اي لا حاجة ما من كانش الحاجات دي؟ كده، ما عرفتيش حاجة من دي خالص قبل الجواز صح؟ لا ما كانش كده، كان كويس جدا. كله بعد الجواز. كل ده حصل يعني زي بص زي ما اكون في حلم كده، فما كل حاجه كانت كويسه قبل كده، بعد كده رجع كل حاجه رجعت من الصفر تاني. والله يا ام رجع زياد انت في بلاء شديد جدا جدا. يعني انا دلوقتي مش صعبان عليا غير ولادي، انا ممكن يعني اتطلق تمام، بس هسيب 2 يعني ولدين ما شاء الله كويسين، وانا براعيهم، بحفظهم القران وبوديهم حضانتهم وانا كويس براعيهم. الحمد لله كويس، الحمد دورك لله. بقى ده. فانا يعني انا لو محتسبه ده مثلا عند الله، ممكن احتسب اللي انا بعمله ده لله واستحمل. انا ممكن استحمل، بس انا في حاجه واحده بس، سؤالي انه عشتي كده معاه حرام ولا لا؟ ان هو واحد مش بيصلي حتى فرض ربنا، اي فرض مش بيصلي خالص. في رمضان زي ما فهمت حضرتك برضو ما فيش يعني، ممكن يجي قبل الفطار ويكون يقعد يحط الحاجه دي قدامه ويقعد يشرب. والدته غلبت معاه، اهله غلبوا، كلهم غلبوا معاه كلام، ما فيش نتيجه. البقاء معه جريمة. طب وولادي؟ ما انا لو سبت ولادي برضو دي مش جريمه؟ بس خلاص انت اللي اخترتي، ما انا ما اقدرش انا اقول لك قصدي روحي على اتطلقي. الولاد، انا مستحرمه عيشه الولاد ام معاه، زياد هيخشوا للطريق ده زيي. بلاش تعملي لي سؤال قصاد سؤال. انا قلت لك هذا رجل خان الله ورسوله فلا يؤتمن على احد من الناس. انت بقى اللي هتشوفي الكلام ده، هل هتستحملي اللي انت تعيشي شوفي مع واحد اولوياتك خاين بقى. لله وخاين لرسول الله عليه الصلاه والسلام وما بيصرفش على اهل بيته؟ انت راضيه بالوضع ده؟ ما بيصرفش. ما هي انا قالت مش كده، راضيه، انت انا مش قلتي انه راضيه، ما بس بيصرفش ولادي صعبين عليكم. عليا في نفس الوقت، لو سبتهم ليه هيبهدلهم. ما طيب بيصرفش عليكم؟ ايه ما بيصرفش عليكم؟ لا مش كتير، لا يعني ما بص الطلب على فين وفين، على ما بيجي معانا حاجات طيب، كلها يعني حاجات انت بسيطه عايشه مع بيننا واحد وربنا في يعني. عندنا بقى سؤال تاني، هو انت ليه بتقولي انك هتسيبيهم؟ هو انت لو طلقتي مش ممكن تاخديهم طالما كده كده وما بيصرفش؟ هو حضنتها. ماشي، انا لو اخدتهم انا دلوقتي هروح عند اهلي تمام، ف مش يعني احنا ممكن ما ما بنقولش لا لا تقبلوش لا ان يبقى معايا ام زياد، ولدين ام يصرفوا زياد احنا جهدهم ما عليهم بنقولش وعيشتنا، تطلقي فاهمه عيشتهم برضو على قد يا ام حالها. زياد لعل الله ان يهديه. احنا ما بنقولش تطلقي، مساله الطلاق وعدم الطلاق احنا ما بنشوفهاش، مش احنا، مش بتاعتنا احنا. ده اللي بيشوفها لما تروحي ترفعي قضيه للضرر، والقاضي هو اللي بيشوف الكلام ده يقول والله ومن حقها ان الست دي تتطلق، لكن مش الشيخ اللي هيقول تتطلق. خلاص عشان نبقى فاهمين، انا في النهايه بقول حكم، الحكم اللي الراجل ده هو خاين لله ورسوله، فكيف يؤتمن على الناس؟ كيف يؤتمن على زوجة؟ كيف يؤتمن على أولادي؟ بس وخلاص. انت بقى شايفة في ضرر واقع عليك، ارفعي أمرك إلى القاضي. والله شايفة لا الدنيا تمام وزي الفل، عيشي حياتك، ما حدش يقدر انا يجبرك على دلوقتي الطلاق. برضو مش فاهمه ان انا عشت كده معاه حرام كمعاشره زوجيه او كهو زوج، ان هو مش زي ما حضرتك قلت هو خاين لله ورسوله يعني عامه، هذا رجل يعني خان. انا كده حرام؟ هتعمل ايه؟
مجبر. اصل المساله ما بتجيش كده يعني. هقول لك كلام الفقهاء في المساله، هقول لك كلام الفقهاء. بعض الفقهاء يقولون تارك الصلاه بالكليه لا يصلي، هذا الرجل لا يعاشر ابدا. طب هنعمل ايه في المساله دي؟ بعض الفقهاء الجمهور قال لك والله تركها كسلا ام متعمدا. انا ما اعرفش هو كسل ده، هل هو هل هو منكر اصلا للصلاه؟ هل هو منكر اصلا للصيام؟ انا ما اعرفش. لو كان منكرا فقد خرج من الاسلام، وبرضه مش انا اللي هحكم عليه. القاضي التكفير يا اخواننا ده حكم قضائي، مش بتاع مشايخ، ملوش علاقه بالمشايخ، ده حكم قضائي. لكن الراجل ده هل هو كسل؟ يعني قوم صلي، ربنا يهدينا بقى وان شاء الله وبتاع. لكن اقول لك مفيش حاجه اسمها صلاه، مفيش حاجه اسمها صيام، يبقى عشك مع حرام. دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه ودي حاجه. هو ما بتصليش ليه؟ كسل، يبقى راجل فاسق. طب هو هيعيش مع الفاسق؟ برضه ما تعيشيش مع الفاسق. بس ده الموازنه دي انت اللي تحدديها مش انا اللي حددتها. يعني لكن لو كان متعمدا، شوفي، متعمد ترك الصلاه جاحدا لها ناكرا للصلاه، صلي، مفيش حاجه اسمها صلاه. طب يا ابني الجمعه، مفيش حاجه اسمها جمعه. طب صوم، بلاش وجع قلب، مفيش حاجه اسمها صيام، ما تعشيش معاه. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا.